Hi guys! And so we Pentagon! Sure! Pentagon! لا شو بتسوي اليوم؟ Pentagon. شو قلتي شو بنسوي اليوم؟ Pentagon. ها؟ Pentagon. شو؟ Pentagon. لا. اوكي اليوم بنسوي painting قلت صح؟ انزين هذا هو painting. جهزت البرش painting brush والماي. خذيت هذا الشيء اشوفه وايد زين حق الاطفال هاي العمر. مثلا لا مو حق سكول. شوفي في اكثر من البيبر وهني هذا هو البينت. لا مو لا المهم هني البينت هذا البينت. فانتوا شو بتسوون؟ وهذا لازم اقصه. مكتوب هني paint with water. انزين هذا هني بقصه انا. كل وحده فيك ما اعرف هذا من سوى. اسمعي كل وحده لا مو بنا. كل وحده فيكم تختار البيبر. انزين وهذا هو الكولرز. انا لازم اقص هذا. انزين ونشو تسوون الحين بخب هذا نخدار. ايوه نفس كيف ما تسوون كالرينج بس هالمره بكون عندكم برشز. هذا هو البينت برش. شوفي هذا نفسه. ايوه دقيقه شوفي هذا هو البينت برش. تحطين البينت برش في الماي شويه. انزين شوفي كذي مثلا تبين تسوين ورد لون احمر تشلين اللون احمر من هني وتسوين كذي. شوفي انا قاعده اراويك. شوفي نعم انت تعرفين فهمتي اكيد يلا خلينا نوزع البيبرز واقص هذا هني. ما اعرف لازم اقص عشان يمكن ما يخترب ال كلرينج ولا بينتينج هني. المهم وحطينا سفره عشان ما يسوون مس. صح حبيبي صح. زين يو ريدي ready ready يلا let's go. حتى انا بسوي جبت حقي برش هذا حتى انا بسوي بنشوف كيف بيستوي. اوكي يلا let's go. بعدين خلي يسوي بعدين خلي ثلاجه ليش اخليه بالثلاجه. يلا let's go. فهمتوا صح اكيد يلا اوكي. زين كل وحده فيهم خلاص اخترنا خذينا البوزيشن. سويت دبدوب سلامة بدقون انزين اوكي قصينا هذا هني. هذا كان البينت شعر. اوكي اعطيني شعر. انزين المهم يو ريدي. وبصراحة شيء وايد اوكي. شوفوا شو كثر البيجز هني وايد حلو شيء الحكي هال صدق تايم باس حلو. يو ريدي يلا ليتس جو. يلا اول شيء لازم تحطينه في الماي عشان ما تخربون. دقيقه خلوا ماي هني لا عادي حطي هذا سوي. اوكي سوي كيف ما يستوي يستوي. حطي ماي اكثر. حطي ايوه كيف ما يستوي؟ دقيقة الحين بخبركم كيف. دقيقة أيوة شي سلامة. لا حطي اللون أنت ما حطيتي اللون سلامة. حطي لون أيوة كذي ما يستوي. دقيقة الحين بشوف خلاص علمتم كيف يسوون. سلامة بتسوينا تاب هذا مو بكلينج. أحس إنه ورقة سلامة بينطر. انت لا تسوي شوي ماما. ايوة حطي الماي مرة ثانية. لا حبيبي مستوي مرة ثانية. حطي البرش في الماي برش بعد. ايوة حطي ايوة كل مرة تحطينها في الماي شي يكون بينتينج. ايوة احنا اي لون تبين؟ بيربل. ايوه كذي صح. حطي بعد لون. حطي بعد
ايوه كذي. في عادي عادي عادي. ميكس. وانا بعدني عشان اخبركم كيف 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 نسوي. وي 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 سفرة دقيقة. So far هذا مالي painting مالي، هذا مال سلامة، خامس شيخة. انتو تعرفون شو تحطون ماي وايد، تحطون ماي هني اكثر شيء، تحطون ماي هني اكثر شيء عشان شي. شوفي انا شوفي برش مالي فيها ماي وايد، شوفي حطيت احمر شوية. انا اكلم نفسي، فهمتوا ولا لا؟ شوفي شيخة سلامة افهمي، شوفي تحطين ماي هني وايد وهني يعني شي يعني تحطين ايوه كذي ايوه بس خلاص 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 برشز بيخترب بعد ايوه تحطين ايوه ايوه كذي صح ايوه الحين تسوي كرنج شوفي الحين تسوي خلاص اوكي شي سلامه ليش 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 حطيتي في ماي مره ثانيه او ماي جاد حطي كلر حطي بينت مره ثانيه بينت ريد كلر حطي حطي برش ايوه اوكي يلا حتسوي الحين يلا معلي اول مره حقهم بعدين practice me you perfect ان شاء الله سلامي يا حبيبي مو بكل مره تخليني ماي ليش عشان تشوفي بعدين كيف يستوي ورقه مالك شي شويه بينطر شوفي مالي كيف بس احط شويه وتشوفي شيخه بعد ما شاء الله عليه ايوه الحين ما تخلينا في الماي خلاص في يكفي حلو بينتينج حلو بينتينج يلا بنشوف الفاينل لوك الحين انزين وهذا مالي اشوف شيخه مالك هذا مال شيخه زخين زين امسكي كذي واو اشوف مالك سلامه خليها سلامه تمسك واو سلامة بس هذا هني طالع شو طالع هني؟ Good job شيخة سلامة عادي Good job وهذا مالي ترين بعدين تسوون كل يوم كل يوم عشان تعرفون أكثر وأحسن زين كان حلو البينتينج غير من كولرينج صح؟ الحين قبل ما نسكر اعطونا لايك شير سبسكرايب باي 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 باي